والله كنت في بيت واحترقت وزي كذا. احترقت ما شاء الله وجيت على البوليفارد. اي على طول ندور فعاليات. حلو الحمد لله على سلامتك. اليوم في فعالية تنكر وما إلى ذلك، تنكر بشخصية معينة، تسوي كاستم معين. يا الله ما أقدر أشوف. إيه غريب مرة. اليوم حدثنا عن الشكل اللي أنت سويته. لا تسوي، ما أدري كيف سويته. ما تدري؟ ما أدري. وش مكونات؟ طالع معي كيف. نال أي على طول. مسوي بيدك؟ إي بيدك. وش مسوي؟ وش مكونات؟ فازلين؟ فازلين وش اسمها؟ بودرة. بعدين تحطها بعدين تحط لون بس. وش الشخصية هذه؟ الشايب اللي ما ادري مين. تعال تعال شايب كذا جاي مخرف. الشايب المخرف اللي ما ادري وين. اي الصراحة ضايع. تقدر تقول اهلين وسهلين. صغير كم عمرك؟ انا 16. 16 عشان كذا تبصر شايب بدري. يمكن ما ندري. ما ندري. الناس يشوفونك. الناس يشوفونك. وش ابرز تعليق جاك بخصوص ايش؟ بهالقناة؟ شكلي؟ والله ما ادري، كل ما اجي امشي كل لحيتي، كل ما اجي امشي كل لحيتي. وش يقول؟ يمسك كل لحيته. اه اوكي اوكي، زين انت تغير صوتك اذا تكلمت معاهم؟ ايه عندك رجال كبير؟ ايه ايه ايه. اوكي. اسلم على ابي وامي. رهيبين رهيبين. اه باتمان. تو باتمان. تو باتمان، شوف اللي عندك نرجس. اهلا. عبد الرحمن وعبد الله. ايوه اخوين متنكرين باتمان. يا سلام. يقول عبد الرحمن بنشوف فكره سألي. من دقيقه فكره من هذه فكرتي فكرته فكرة نسال عبد الله. عبد الله هذه فكره منو؟ اخويا. اخوه مين الصادق فيهم؟ صادقين اثنينهم والله. هو يقول اخوي. هو يقصد هذا. ايوه انا حسب اخوك هذا. ايوه باتمان. يا عمري شف. طلع كلهم صادقين. صادقين. انا حسب اخو ثاني. شكرا حبيبي. شكرا حبايبي. شكرا. من مسلسل جزيرة الكنز إلى بوليفارد الرياض سيتي ومعنا القبطان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شخص اللبس الجميل وش الكاركتر العظيم هذا؟ تسلم. عطهم فكرة عن الشخصية هذه. هاي شخصية القبطان سيلفر. كل هذا عملته بنفسي الحمد لله واجتهادي الشخصي. وما شاء الله يعني انتم شايفين الابداع كذا. دقيقه الشخصيه هذه لها كاركترات ولها مقولات ولها شغلات. حسسني اكثر بالشخصيه. ايوه 15 رجلا ماتوا لاجل صندوق. والله مبدع يا جماعه. شكرا شكرا. تقمص الشخصيه ولابسها صح. شكرا شكرا لك. المكان واجواء المكان. والله تجربه رائعه جدا وان شاء الله يعني نشارك في فعاليات اخرى. شخصيتك الساحر. وانت الفزاع. الريف. رجل الظلام. ايش رجل الظلام؟ اوكي تعال. ايه سمعني ايش قلت. اقول رجل الريف. رجل الريف. يا سلام فعلا رجل ريف. ريف اصلي. شكرا. دقيقه بس يلا معي اثنين برضو. تعال سلطان. تعال سلطان. بس انا معي اصحاب. جيب اصحابك. لا اله الا الله. بسم الله عليك. قهوه. حياك الله. يا اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني قدر الله عليكم من طاقكم من اللي والله تقلبنا عليوك احنا جايين عليوك. اي كل عشان الموسم. هذه القصه. الله عشان الموسم بس. بس واصلين 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 للموسم. لازم نجي عليكم. وانت ترى هم اللي ربشوني وانقلبنا. قل والله. اي هذا السواق روحه خفيفه. هذا السواق دمه خفيف وروحه خفيف. اي الله الله. غير هم اللي قلبونا ترى. يا سلام. أنا اللي صممت. أنت بابيس هنا. كل هذه على قولتهم يعني شغلة يدينا. ما في شيء من برا. كيف سويتها؟ طرق يعني تعلمناها عن طريق ناس وزي كذا وضبط. يوتيوب. الله الله. عطل الصوت كذا. وهذه مجموعة كبيرة من الشباب المتنكرين في أزياء. كل واحد منهم تلون. وشكل نفسه بالطريقة اللي هو يحبها والطريقة اللي يرغبها في اختياره للشخصية. خلونا نسمع منهم مشاعرهم عن اليوم هذا. أهلا وسهلا. مين ناخذ ومين نبدأ؟ كيف حالك؟ الله يعافيك سلمك. كيف الفعالية اليوم وكيف أجواء التنكر؟ فعالية مرة جميلة والله رائعة. أشكركم على ذلك والله. من الشخصية اللي تماخذها؟ والله ما أعرف شخصية لكن من اللي أقلعك فيها طيب؟ جت فكرة وفجأة أصلا وبتجرب. It's lovely, it's beautiful. We love Riyadh, we love Saudi Arabia.
اي ام نينجا يو كابتن امريكا يو اي ام ميتريكس يو اي ام انكريديبل يو جابانيز برينس يو ناروتو ناروتو يو اند اي ام جابانيز سبايدر من القبعة اللي هو لابسه الى كل التفاصيل اللي تشوفونها شغل يدينا وانت اللي عملتها بنفسك صح ولا لا؟ ايش هالابداع؟ يومين اخذت مني تفاصيل بسيطه بس هي كيف تتنمق الشخصيه قد ما تقدر تطلع شخصيه يعني. طيب ايش كانت ردود افعال الناس لما شافتك انت بهالزي هذا وبهالجمال؟ والله يعني صدق انبسطوا قالوا حلو شخصيه جديده ما قد شفناها ما هي متكرره الحمد لله جازت للعالم. وها هو الجوكر وما شاء الله حتى العين جوكر من الداخل ومن الخارج. من الخارج كيف شفت فعاليه المكان اليوم واجواه؟ فعاليه حلوه جميله تستحق العنوان. كيف اخترت اللبس هذا وكيف قدرت انك توفر لنفسك هالقناع الجميل؟ هذه رئيس عصابه يا ابوي. رئيس العصابه؟ عصابتك وين؟ هذا عصابه هذول افراد العصابه. اي نعم بس اهم شيء عصابه للخير مش للشر. اهم شيء للخير اهم شيء اكيد. الحمد لله هذول. وانت اهلا سوبر ماريو. يا مرحبا والله. كيف قدرت تتقمص الشخصيه هذه وكيف قدرت تسوي الشنب الجميل وكيف الفعاليه وكل حاجه؟ كل شيء تمام الحمد لله. طبعا اللبس شاريه من خارج المملكه وجاي هنا طبعا نستمتع ونستانس في الاماكن هذه الجميله وبس. اروح لكم فدوى طال عمرك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم وشكرا على ضيافتكم الحلوه. العراق الجميله. اي أيوة والله العراق الحضاره. أيوة والله. العراق الغالي على قلبي انا على الصعيد الشخصي. ونتشرف نكون بيناتكم نتشرف. وهي اول جايه في السعوديه وما شاء الله شعب كلش طيب والضيافه كلش حلوه. استاذ عدنان شكو ماكو؟ والله الامور كلها تمام الحمد لله كله تمام. اسمع لهجه عراقيه انا. بعد اروح لكم فدوى. اهلا وسهلا مرحبا بك هنا انا يا اخوي. والله الي الشرف اكون بيناتكم. الله يسعدك نورت وشرفت مكانك واهلك واحبابك. على راسي. واتمنى كل عراقي يزور الرياض ويزور السعوديه لانه شيء ما ينوصف. يا سلام بلدهم الله يحييكم. اي والله مثل ما قالوا السعوديين عين غطى وعين الحاف. اي والله والنعم منكم والله العظيم. جاي وجايب لكم هالمهرج الجميل هذا. تقدر تسوي فعاليه اي شيء؟ والله قلنا خلينا نبسط اليوم ويكند. والله جودكم والله العظيم. لقيت هاللبس؟ هذا اللبس طال عمرك والله من شاري من هذه. والله الوالده سوت لي اياه. الوالده هي اللي مسويت لك الميك. الوالده ما جبتها مع ما شاء الله.